شفت مواهب كتيرة في كأس الأمم الأفريقية دي يا كابتن؟ أنا بصراحة المواهب ما كانتش كتيرة جدا، إنما أنا شفت الروح الجزائر اللي لفت نظري ولفت نظر كل الناس، روح فريق الجزائر، الروح اللي بتلعب بيها، ودي فكرتني بمصر 2006 2008 2010. أنا كنت بتفرج على 2006 2008 2010، أنا كنت ساعتها شغال مع الكابتن جوهري، كنت أنا ماسك بمنتخب الشباب في الأردن. كنا بنلعب المباريات دي كلها، كنت أنا مطمن مش قلقان. هنلاعب الكاميرون مش قلقان. هنلاعب كوت ديفوار على أرضنا هنا، كان قبل النهائي تقريبا، مش قلقان. حاسس إن إحنا بنسبة 99% و9 من 10 كمان إن إحنا هنكسب. مش قلقان، الروح موجودة، الجمهور متواجد. في وسيلة اتصال بين الجمهور واللاعبين والفريق واللاعبين. في حاجة بينهم وبين بعض. النهارده اللي احنا شفناه النهارده في البطوله اللي فاتت دي، للاسف كنا بعيد عن بعض، الجماهير واللاعبين، اللاعبين في الملعب بعيد عن بعض، مفيش تقارب خطوط. كل الحاجات ده كله ده علم نفس، اللي انت شايفه ده كله علم نفس. الاعلانات كل ده علم نفس. يعني انا برضه فوجئت ان بعض في كده جمله قالها كوكا، لو جبت الكره في العارضه مش عارف محدش يزعل مني. يعني ده برضه علم نفس، انت ازاي متدخل اللاعب او اللي كاتب الكلام ده متدخل اللاعب ان هو يجيب الكره في العرض؟ ما انا اجيب جول ان شاء الله، نجيب جول ونفرح، بدل ما تيجي في العرض ما تزعلش مني. الحاجات دي كله ده علم نفس، الكلمه بتفرق كتير جدا. فانا كنت شايف ان الناحيه الفنيه يعني بالنسبه لمنتخب مصر في الفتره اللي فاتت للاسف يعني ما كانتش كويسه جدا، انما مش معنى كده ان الدنيا كلها خلاص، لا بالعكس، لازم نتعلم من اخطائنا. واحنا كسبنا حاجه كبيره جدا جدا النهارده، التنظيم العالي العالمي اللي انا شايفه ده بصراحه حاجه تشرف اي حد طبعا. الناس كلها، الملاعب، النظام، جماهير، حاجه تفرح. كنت بتمنى طبعا ان احنا نكون بكره متواجدين، نكون قاعدين هنا النهارده ومتواجدين بكره في النهائي عشان نسعد الجماهير دي، انما قدر الله ما شاء فعل. نتعلم من اخطائنا، وممكن بعد كده يعني انا يعني نقعد مع الناس في الاتحاد او في اي حته، نحط نظم معينه لو عايزين ان تحت امركم في اي حاجه. لان انا مش عارف انت تعرف ولا لا، ان انا شغال طبعا خبير تبع الاتحاد الالماني في كره القدم، فانا من وجهه من واجبي عليا ان انا برضو اساعد الناس لو عايزيننا في اي حاجه، انا تحت امرهم. ازاي ننظم، ازاي ممكن نعمل عمليه التدريب ده، نجيب محاضرين ونعمل بروفيشنال ليفل هنا في مصر، حوالي 30 40 مدرب على مستوى عالي، نعمل لهم لمده سنه شغل عالي. عندنا الامكانيات، عندنا المدربين على مستوى عالي، نستفيد، نحاول نستفيد. احنا لازم ناخد الرياضه في كل حاجه، مش لازم نستنى. مش كل يعني احنا للاسف، ما احنا برضو جمال بالماضي فرق معاهم كتير جدا، الالتزام والاتزان، وحتى ما بيتكلم مؤهل مؤهل برضو، ده لعب في فرنسا ودرس في فرنسا وكمل وكمل، جابوه فرقت معاهم. معظم المدربين اللي متواجدين، اللي انت سيسي بتاع السنغال برضه دارس في فرنسا، الناس دي كلها الدول وقفت وراهم. فيعني مهم جدا بالنسبه لنا، لان احنا انا مش عايز واحد بس ولا اثنين هم اللي يروحوا ست شهور، لا احنا ممكن نجيب الاتحاد الالماني كله نجيبه عندنا، نجيب الاتحاد الانجليزي، حسب ما الاتحاد المصري يقول، هو حسب الاتجاهات بتاعته الفكريه اللي هو عايزها ايه، المدرسه اللي هو عايزها ايه، دي او دي او دي او دي. بس مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا لازم ناخد خطوه جاده، خطوه جاده ايجابيه، بلاش العشوائيه، نبعد شويه عن العشوائيه. لازم تتنظم، ومش شرط بقى الاسبوع اللي جاي ولا الشهر اللي جاي ولا السنه الجايه تاخد كاس العالم، لا، اعمل برنامج 8 سنين 10 سنين، اعمل قاعده عريضه من المدربين، لان المدرب هو المدرس بتاع اللاعب. وبعد كده القاعده دي بتزيد، وبعد كده بتبدا بقى من الناشئين لتحت لفوق، يبقى عندك حتى اللاعب اللي بيطلع عندك بيبقى برده مؤهل نفسيا ان هو يقدر يشيل مباريات والحاجات دي كلها. يعني ان شاء الله خير يعني.